النواب للحكومه الجديده. العالم جاعه ترى. الطحين ب 45 47 كيل الشكر ب 1000 وربيع وانتم منتهين من رئيس وزراء ومن رئيس الجمهوريه. العالم جاعت، العالم تعبت. هسه اجواء مال حصار لو لا؟ عم حصار لو مو حصار؟ كلنا في العباس حصار والعالم جاعت. انتم يا حكومه جدد يا نواب الحين ماكو شكر، ماكو كميه، ماكو سوق، ميت شغل، ماكو محلات عزلت، مطاعم عزلت، كلها من وين؟ كلها سكته. ترى الناس جاعت، تروح للمستشفى يجي لك برا ما عنده علاج، حتى اللي تجيبي يحاولون على اهلي، مو لا مو عم ما تحجون، ما تحجون تكذب احنا الحين ماكو، ما تحجي الناس عليكم على ظلمكم. نايمين نايمين. هاي شوف الناس وينبسط بخرجات. احنا هسه حصار، حصار جائع. حصار حتى بزمن الحصار. الطحين 47 ماكو وسعره ب 47 وكميه هم ماكو، وصلت 3 شهور 4 واحنا حايرين. زيباري طردوه، زيبار انا شنو اخبر زيباري؟ ناكل زيبار احنا؟ ناكل الكتله الاكبر؟ ويا حمياء راح الخنجر، وش الخنجر؟ وش منتهين بالخنجر؟ تصالحوا وين الخنجر؟ وراح الخنجر، وذول يروحون ايران، وذول يروحون قطر، وذول السعوديه. ترى احنا يا بالك 35 اسمعني 35 سنه صدام، ذول صار لهم 20 نفس السربته من 35 20 هاي 55 سنه. ترى الشعب العراقي كل شيء ما شاء الله 91 الله وكيله، والله لا يوفقكم ان شاء الله كل الاحزاب وكل الكتل، الله لا يوفقكم دنيا واخره.